واثقه ان الفريق عبد الفتاح السيسي هيعملها؟ ما تنساش ما كناش نعرف خالص، ما كناش نعرف ولازلنا، انما في علامات دلت عليه الحقيقه. يعني انا كنت عايزه اي حد ينقذ ما يمكن انقاذه. كل الناس بتلم شنطها وبتدور على حته تروح، كل متعلم في البلد. انا شايفه هو عمل يعني، هو قبليها في حفله او اتنين كان قاعد في وسط وهم موجودين، حفله كبيره رسميه، متجهم بشكل مش طبيعي. يعني لو تمسك الحفلات اللي قبليها كان قاعد وشه لا بيضحك ولا بيسقف ولا حاجه، ولا اكنه موجود. وانا دي خوفتني، قلت يا نهار ابيض، يبقى شايف انه ما فيش امل بقى خالص. بس لغايه ما عملها واستجاب للشعب المصري. هو استجاب قطعا للشعب المصري. لا هو مصري اصلا. هو نفسه اعتقد انه مش بس وطني، وطني جدا، وما يرضاش لمصر يحصل لها كده. في حمله من ناس كتير جدا ورجال اعمال كمل جميلك وبامر الشعب والكلام ده، نشرين صوره في كل حته في الشوارع. زياده ضده مش هما ما قصدوش يقبوا ضده، انما عارف اللي بيحب صاحبه وخبطه بالطوبه دي في اكزاجيريشن، والناس ابتدت تتكلم ان في اكزاجيريشن في الحكايه دي. فدي مش من المصلحه، مش من مصلحتنا كلنا. احنا محتاجين لانسان قوي فاهم وفي ايده سلطه عشان يمشي البلد دي احسن من كده، او تتعدل شويه حالنا احنا في الارض ومفلسين وحالتنا بالبلد. محتاجين لانسان قوي وانست. ده ظهر فيه هو دلوقتي. الناس بتتفرج على افلامنا القديمه مش حبا فينا، بيشوفوا مصر.